الوقت اللي المغرب خدام في صناعة السيارات ومنافسة تركيا وإسبانيا، الجارة الجزائر خدامة ليل ونهار في صناعة منتخب البوليزاري، واللي علنت على تأسيسه قبل لحظات وسمته بين قوسين فريق الصحراء الغربية. نعلن من أرض المليون ونصف المليون من الشهداء عن تأسيس المنتخب الوطني الصحراوي. هذا المنتخب أو الفريق كيف ما سماته بغاته الجزائر يشارك كأس إفريقيا اللي غادي تنظم في المغرب سنة 2025. وكخطوة أولى تسويقية لهذا المشروع الاستفزازي، نظمت الجزائر مباراة ودية بين فريق البوليزاريو ونادي مولودية الجزائر انتهت قبل قليل. هذه المباراة اللي حشدوا لها الجمهور بشكل كبير، لدرجة أنهم أعطوا للطلبة عطلة والتنقل فابور باش يحضروا لهذه المباراة اللي كان الغرض منها هو تسويق هذا المشروع من جهة، ثم استفزاز المغرب من جهة أخرى، وذلك عبر برمجة اللقاء في نفس الملعب اللي لعب فيه المنتخب المغربي نهائي كأس إفريقيا ليلة البارحة. النظام الجزائري أدرك متأخرا أن الكرة هي ساحرة الشعوب وأن لها قوة وتأثير يفوق قوة السياسة وتأثيرها، ذاك الشيء علاش حول الخطة في اتجاه الكرة وبغى يلعب ورقة منتخب البوليزاريو باش يحرج المغرب مع الكاف ومع الفيفا من جهة، ويحشد الدعم الشعبي داخل الجزائر لهذا المنتخب المتبنى من جهة أخرى. لكن اللي ما كيعرفوش النظام الجزائري هو أن هذا المنتخب أو الفرقة كما سماوها لن ترقى لمستوى منتخب يمثل دولة، لأن دولة الصحراويين هي المغرب ومنتخبهم الأول هو المنتخب المغربي، وهذه الفرقة اللي جمعت الجزائر وأسستها باسم الصحراء ما هي إلا فريق جزائري لن يلعب إلا داخل الجزائر أو في بطولتها كفريق من فرقها اللي أسستها سابقا. اللي بغينا نقوله على أن هذه الخطوة هذه اللي قامت بها الجزائر وقام بها النظام الجزائري بين قوسين واللي باغي يستفز بها المغرب ولا يصغروا، ونقول له بالدارجة رانا كلام صغر راسك. لماذا؟ لأن المغرب كبير، كبير بمؤسساته وكبير بشرعيته التاريخية وكبير أيضا بفرقه الكروية اللي أبهرت العالم في كأس العالم وأبهرته أيضا في كأس إفريقيا للناشئين، وفي أرضكم وأمام جمهوركم أهل المنتخب المغربي للناشئين للمباراة النهائية وقدم عرض كبير جدا وبين على أن المغرب دولة راقية وعلى أنها ما عندها عقدة مع الشعب الجزائري، ولكن للأسف يصر دائما النظام الجزائري على أنه يرجعنا النقطة الصفر. وبين قوسين بغيت نقول هذا الفريق اللي بغيتوا تديروا أنتم منه دولة اللي هو فريق جزائري بالأساس ولا عنده علاقة بالصحراويين المغاربة ولا وهو جزائري كما كنقول جزائري، جمعته مجموعة من اللاعبين الجزائريين وجبتهم، لن يرقى إلى مستوى دولة ولا عمركم غادي نقولها ونأكدها ما عمر جبهة البوليزاريو تحلم أنها تكون دولة، لأنه هذا حلم ولد هميش ونحن متعارفين. واللي بغيت نقول على أنه اليوم تيا اللي خاص النظام الجزائري يرد له البال هو يرد البال لهاد الصحراويين اللي موجودون في التراب ديالو، هاد الصحراويين المغاربة اللي هو شادهم عنده، واللي للأسف الشديد اليوم تيا نحن مقبلين على فصل الصيف وهما كيعرفوا على أنه الماء في البرامل فصل الصيف مخيمات الحمادة كيطرطق بقوة الحرارة اللي كاينة في هاد المخيمات. وكنقولوا كنأكدوا على أنه هذه الدولة اللي كيحلموا بها بين قوسين راهي متشتتة ما بين الجزائر، كاين اللي عنده الجنسية الجزائرية وكاين اللي عنده الجنسية إسبانية وكاين اللي عنده الجنسية فرنسية وكاين اللي عنده الجنسية موريتانية وكيعيشوا في أرض الشتات. بقى واحد 20 ولا 15 من دوك اللي باقي شادين في الحلم القديم من القادة ديال جبهة البوليزاريو اللي موالين للجزائر ولا يقدوا يتحركوا ما هو بأوامر النظام الجزائري، هذا هم اللي مازالوا شادين في هذا الحلم القديم. أما الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس كنظن على أنه تشتت في أرض المهجر وتشتت في أرض الله، ولو أنه أتيحت له الفرصة أنه يرجع لبلاده غادي يرجع للمغرب لأنه هو بلاده وهو النهاية اللي غادي تكون. إذن هذا الحلم هذا نسدوا هذا القوس ونقولوا على أنه نحن راه كبار، نحن متوجهين لمعالجة مشاكلنا الداخلية. واللي بغيت نقول باش نوجه أيضا الرسالة ان احنا كاملين على انه بغيت نقول على انه داخل بلادنا خاصنا نقوي جبهتنا الداخلية كما دائما كيأكد عليها صاحب الجلالة، بلادنا نبغوها تعطي صورة حقيقية عن المغرب اللي عنده 12 قرن، عن الملكية المتجذرة في هذا البلد هذا، عن المؤسسات القوية داخل هذا البلد. إذا كنقولوا للنظام الجزائري هزلت
وذا اللي عدلت ما تكون فريق ولا ما تكونوا احنا راه ما كيهمنا ولا يستفزنا وكنعتبروا كل مره كتصغار عنا ماشي كتكبر. اما احنا كورتنا الحمد لله منتخبنا معروف، منتخباتنا لا الكبيره ولا الصغيره معروفه، فرقنا معروفه الصحراويين وسط بلدهم، وهذوك اللي لهيه يوما ما غادي يفيقوا وغادي يعرفوا على ان النظام الجزائري غلطهم وضيع عليهم اكثر من 40 سنه من الشتات ومن الحلم الخاوي للاسف الشديد. تحياتي لكم والسلام عليكم.